فهاد الدراري تيست رايد ديال كاتم 450 فاكتوري اديسيون. سمحوا لي على التيتر شيق شوني، قلت شو راه غندير لكم تيست رايد ديال كاتم، ولكن نفس الشيء لكنكم تحبون الكفار. دونك اليوم تيست رايد ديال 103 الدراري موديل 98. خفشو لا لا لا، انا ندير لكم كاتم تاع بصح. يلا تشاو. واش الدراري، معكم باد رايدر على فيديو جديد. نتمنى تكونوا مزيان، نتمنى كلشي يكون لاباس. اليوم فيديو جديد، موضوع جديد. نتمنى بعد الفيديو اللي داز تكون عجباتكم، والفيديو اللي قبل تكون عجباتكم. جاوني ديروا بوزيتيف على لي فيديو، العائله بدات كتكبر، الفيديوهات كيعجبوا الناس. فاليوم قررت ندير لكم تيست رايد ديال KTM كروس 450، شي حاجه اللي موت، شي حاجه اللي هربانه، شي حاجه اللي نيرفوز. فنخليكم مع هاد الجينيريك. بو كتعرفوا حنا متجهين لبوشكوره اللي هو فيه بزاف ديال لي سبوت خاوين، لان الكروس كيف ما كتعرفوا ما عندهاش حق تسيركولي في لافيل. من اجل السلامه ديالنا والسلامه ديال الناس الاخرين، غادي نمشيو شي سبوت اللي هو يكون خاوي، اللي غادي نحاول ندير لكم واحد تيست رايد اللي هو امبروفيزي كيف ديما. وكيف كنقول لكم الموتور واش مانيا بالموتور، شحال فيه من فيتيس، لي زاكسيسوار اللي في الموتور ها هو كتشوفوه. فالدراري هيا الكاتم 450 فاكتوري اديسيون، دونك غادي نديرو لها تيست رايد اليوم. دونك بسم الله. دونك بروميير امبرسيون، موتور خفيف، موتور خفيف خفيف بزاف. فالموتور هو كالتالي، عندنا سيليكتور، عندنا امبرياج، عندنا ستارتر، عندنا كوب كورون، عندنا فران افون، عندنا بواني برو غريب، وعندنا فران اريير. دونك عندنا واحد البو اكرا، عندنا الديكالكاج. دونك هي فاكتوري اديسيون، دونك كتخرج مبريباريا من لا ميزون. دونك هي فاكتوري اديسيون، كتخرج بهاد لي ديكالك بهاد الشيء كامل. دونك على بركة الله نبداو التيست رايد ديالنا. موتور عالي شوية، دونك انا فيه 185 رجلية ما كيوصلوش للارض حيت الموتور اللي عالي. دونك بروميير امبرسيون، موتور سافا كتشكا، ما كاينش شي ثقل اللي هو جا ثقيل بزاف. دونك مانيابل، غيدون سافا. دونك بسم الله. دونك عندنا ستارتر، الا بغينا نطفيو عندنا كوب كورون كطفى دونك ديريكتومون. دونك ديمارو. دونك على بركة الله. موتور تري نيرفو، نيرفو باغي غير يتهز. وليا الرطور ديال بواكرا، موتور صافا كيدور، ولكن ما كتحسش بواحد الكونفور ملي كتكون كدور في البيدون. امبرياج سدا،
هادشي اللي خصو يكون في الكروس اصلا. موتور عالي على الارض بركه كتبرك شويه اللور موتور كيدور ولكن ما كتحسش بواحد الكونفور مي كيدور كتقول بحال غادي يطيح. دير واحد التيست ديال سوين سوين فو اكرا فحاجه اللي ما عجبانيش فيه هي فوانيه غاز خفيفه بزاف فوانيه غاز خفيفه فران لوراني سافا الموتور كيشبد مي كتعطيه عنده ما يقول واو دورات سافا دودان سافا. دابا كنتيستيو لكم موتور فريمو صناعي اللي هما نشوفو في الدوراج دورات سافا. ما خصكش غير تكسيري الموتور سينو غادي تدخل الطوموبيل. فموتور فيه 5 كيما الخوت موتور ترينر بو فران خدام بويا لا بلاجيا بيا سوبيو لا ماري بويا لا ماري كنت بلا بايجا عندنا لومبرياج عندنا بواني غاز عندنا كوب كورو وعندنا ديمارور عندنا فرا افون عندنا فرا اريا اللي هو الجحش ما عندناش بولا حيت كروس دونك نو اومولوغي داكشي علاش كنتواجدو حنا غير فواحد السبوت. اوبلا والله الا موطور اللي عجبني واحد الا كان باغي يشري بحال هاد الماطر بروميرمون خصو يكون كيعرف يسوق الفيتيس ودوزيامون خصو يكون كيعرف يتحكم في يدو حيت اش هو الساد غادي تكون داير بحال هكا غادي تكسيري ليه الموتور غادي يشي سبيك الموتور ما غاديش يدور بشويه الموتور ما غادي يخليش داك الوقت فين دير شي رياكسيون. ما كتحسش فريمون بالفرق ما بين الكودرون او ما كتحسش بالفرق ما بين الكودرون ورملة قيس نوار شوفوا واش غادي نحسوا شي حاجه دونك ما كتحس بوالو. الله إذا كتزلق التريطوار ما كتحش بيه كاع دونك كروس سير في بوكسا أصلا عندنا روتور زوين ديال بو أكرا. الحاجه الوحيده اللي ما كتعجبنيش في هاد لي بواني بروغريب هو انه موتور كيبدا يتزعزع تشار بوانيات ديالك كيتزعزع اخاي كتبدا تزعزع كامل موتور في الدورات صافا. نشوفو في رون بوان نحاولو نعسو موتور صافا ما كينعسش بواحد كينعس ولكن فوالا فوالا كينعس فوالا صافا موتور ولكن ميمكنش عاوتاني تبونشي لواحد الدوغري اللي هو اكثر من هذا الركبه ديالك راه طبيعي الحال ما توصلش الارض راه ماشي روتش. جربوا تريطوار ما مورانا حتى واحد لا
النوضو ابطح كتشيقوني راه غبطح كانتوما لاحظوا اب الله يلا ابطح بكل سهوله وبروده وطلوقه موتور كيطلع غير بالضحك هانتوما لاحظوا اوبلا اوبلا صافي لا اكثر ولا اقل يا سلام مرحبا بكم بوسكورا بالكاتيم 450 اديسيون فاكتوري ديال كومبيتيسيون بات رايدر ديما كيجيب لكم الجديد كيعطي العائله ديالو الاراء على مطر زوينين الباكس خطيرين شوفوا على مطر يا سلام عليك يا البات رايدر ف بيرسونيلمون موتور عجبني كنعطيكم الراي ديالي الشخصي ولكن كيف ما قلت لكم موتور ديال لي سونساسيون فورت واكولتوري موتور ماشي ديال الطوالات ماشي ديال السفر موتور ديال داكشي ديال دور هنا حيد هنا طلع هنا حيد هنا هكا طق 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 تيست دو ديال التريطوار عاوتاني غادي يطلع بالضحك هانتوما الله اوبلا اوبلا ايوا عطب تقني موتور عالي تبارك الله هاي كتبان لكم مزيان دابا لا بصح منو خلا موت عن سومبا السلام عليكم موطور اللي هو عالي فريمون عالي بزاف ديال لا مارك كي تي ام طوطان ما كتحش بهم نهائيا وانا كنتسارع في سناقي اللي ما كنعرفهمش خلف شهر دو كان اومولوغي بغينا نديرو قف انت كي غدير اصاحبي بزاف غتحط رجليك بجوج بزز لي بوين فور ديال الموتور هو انه بويسون هو بوين فور و بوين فيب في نفس الوقت موتور بويسون عندك بوانيه الغاز اللي هي خفيفه بزاف عندك موتور تو تيران مدينه بحر غابه رمله غيس كلشي موتور اللي فيه 5 فيتيس موتور اللي هو عالي دونك عدنا فكيف ما قلت لكم الدراري لي بوين فور ديال الكي تي ام هو انه موتور تو تيران سير تشنجا سير خلينا ندويو سير صافي مشيشو نكملو فاكتيكم لي بوان فور ديال الكي تي ام الدراري انه موتور اللي هو دو تيران طريق بيست رملة غابة فين ما مشيتي غادي يمشي تريطوار يكون عالي ما يكونش عالي ما كاينش مشكل فهاديك الكي تي ام فاكتوري اديسيون يعني انها خارجه من لا ميزون بريباري
Donc très très nerveuse, elle a la KTM l'année, sachant que 450, 4 temps, fait un coup courant, fait un démarreur, mais fait un piqui. Donc, mais plus que tu كي لا بغيتي تكيها تكيها سواء على طريطوار سواء على حيط سواء على موطور لا موطور نصحبي له الشاق ديال لي كروس الشاق ديال لي سونساسيون فورت الا باغي شي حاجه اللي تفيق لك قلبك خذ داك الكروس ولكن ما ننصحكش تبدا ب 450 ننصحكش تبدا ب 125 250 غتبقى فيه حتى هي ديك الرعشه ولكن في 450 زيدك بزاف كيف ما قلت لكم موتور اللي هو ديال العشاق فريمون ديال لي سونساسيون فور ديال لادرينالين ديال صحاب الكابراج ولكن بالطبع بروتيكسيون ما كنقولش لكم ديروا هذا الشيء الناس اللي عندهم بروتيكسيون اللي هازين كاسك ديالهم اللي عندهم لي جنوي بروتيكسيون فور تحت كومبينيزون حان ولدي سير الغابه سير البحر سير السبوت خاوي ديك الساعات عطي ما عندك صافي هذا سنختموا تيست رايد ديالنا دويت لكم على الموتور شنو فيه شنو هو علاش كيصلاح علاش كيليق فنتمنى يكون عجبكم التيست رايد الخوش والى تيست رايد قادم بوم Lips stain your collar to remind that love can make you lie.